اولا الفتحات ما كانتش معروفه نهائي. واحد اسمه ديكسون انجليزي سنه 1872 جاي يخبط على الحيطه فحس ان فيه فراغ فقام قطع وعمل خطأ طلع بعيد عن الفتحه. اذا فتحات دي اتعملت لغرض معين لاخفاء شيء معين. اذا مهم جدا ان احنا نعرف الشيء ده هو ايه. طب نيجي تاني بقى لما يتناقله الناس في العصور المتاخره عن بعض بالدوله القديمه وتطلع على الدوله الوسطى في برديه اسمها خوفو والصحراء. عايز اقول من البرديه دي ممكن نعرف ازاي الملك خوفو نفسه كان انترستد ان هو يدور على اسرار الاله تحط اله الحكمه عشان يبني حجره الدفن مش يبني الهرم. فاذا من الكلام ده في اسرار لازم نعرفها. نيجي الاول حاجه كشفت داخل هذا الهرم وهزت الدنيا ولا زالت بتهز الدنيا. لما دخلنا الانسان الالي في الفتحه الشماليه بعد 20 متر حول والانسان الالي الالماني ما عرفش يحول. رحنا الفتحه الجنوبيه مش الانسان الالي 60 متر وقف قدام باب مقبضين من نحاس. جبنا بعد كده انسان الي تاني خرمنا خرم سنتي واحد وملي جرام وبعت انسان الي لقينا وراه سده مش باب على فكره. والسده دي من الطين مش من الحجر. واي سده معناها في حاجه بتخفي السده. فاذا هذه السده وراها حاجه مختفيه 100%. رحنا الفتحه الشماليه بتحول بتمشي شمال ويمين لمسافه 8 متر عشان تتفادى البهو العظيم.